بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد. وأعرب وزير الداخلية في البرقية لوزير الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة عن عميق التقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.